هنشوف النهاردة هنفطر ايه. هنفطر تشيكن وينجز وجنبه رز هندي، وكمان هنعمل جنبه الصوص ده بيتاكل مع الرز الهندي. معانا الأجنحة بتكون بالشكل ده، هنجيب مقص ونفصل الجناح عن الكتف، هندخل المقص كده ونقطع بالمقص ما بين العظمتين دول، وخلي بالكو عشان ما تكسروش العظم. دلوقتي هنعمل تتبيلة الفراخ. معانا كوبايتين من الدقيق، ومعانا كمان مجموعة من التوابل، ومعانا كوباية مية. التوابل هي معلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، وكمان معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة قرفة، ومعلقتين صغيرين من الملح، ومعلقة صغيرة من السكر. هنقلب التوابل دي مع بعض كويس جدا، وهنضيف نصها على الدقيق والنص التاني هنسيبه لبعدين. نقلب التوابل دي كويس جدا في الدقيق، بعد كده هنضيف المية بالتدريج. انا عايزة الدقيق ده يكون زي عجينة سائلة شوية، يعني تشبه كتير بشوربة العدس. بعد كده اضيف على الخلطة دي معلقتين كبار من الخل، واعصر عليها ليمونة. بعد كده اضيف الدجاج عشان يتبل، اضيفه بالتدريج واقلبه. لازم يتقلب كويس جدا عشان ياخد كله من التتبيلة كويس. بعد كده هغطي الفراخ دي وادخلها التلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات. دلوقتي هنشوف هنحمر الوينجز ازاي. معانا كوبايتين ونص من الدقيق، الدقيق لازم يكون كتير. هنضيف عليه باقي التوابل ونقلب التوابل دي في الدقيق كويس. الدقيق الكتير بيخلي الفراخ عليها الطبقة الخارجية تكون كتيرة وتكون حلوة. بعد كده هنزل الفراخ في الدقيق، هنزل شوية واغطيها بالدقيق واضغط عليها بايديا عشان الدقيق يلزق فيها. بعد كده هنقل قطعة الدجاج دي في مصفى، وهز المصفى شوية عشان الدقيق الزيادة ينزل، وكمان عشان التوريقة اللي بتكون على الفراخ من برة تتكون. بعد كده هنسخن الزيت، والزيت يكون غزير، وننزل فيه قطع الدجاج ونوطي النار خالص. لازم الدجاج يستوي على نار هادية عشان يستوي من جوة ويقرمش من برة، وما نزحمش الطاسة بالدجاج عشان تكون سهلة في التقليب وكمان تستوي كويس. وما نقلبش الدجاج على طول، لازم نسيبه شوية عشان الطبقة الخارجية تكون مسكت في الدجاج، لأن التقليب المستمر بيخلي الطبقة دي تسيب قطع الدجاج وتفك. وأول ما قطع الدجاج أو الأجنحة توصل للون الذهبي ده نشيلها من الزيت على طول. الطريقة دي أحسن كتير من المطاعم. المطاعم بتسوي القطعة دي في نار عالية جدا، عشان كده بيكون فيها دم من جوة ومش مستوية كويس. شايفين الطبقة الخارجية بتاعتها عاملة ازاي؟ مورقة جدا، وكمان ما بتخرجش خالص وما بتفكش من على الفراخ نهائي، وكمان الطعم حلو جدا. دلوقتي هنعمل الرز اللي بالخضار. الرز ده هندي، بس احنا هنستخدم فيه الرز العادي المصري بتاعنا. معانا حلة على النار، هنضيف فيها حوالي 5 معالق كبار من زيت الطعام، وهنسيب الزيت يسخن. بعد كده نضيف عليه بصلة متوسطة او بصلة صغيرة مقطعة مكعبات، ونشوح البصلة شوية صغيرين
بعد كده نضيف عليها فصين ثوم مفرومين ونشوح برضو الثوم شوية صغيرين. واهم حاجة ان البصل والثوم ما يغمقش، يدوب بس يدبل شوية. بعد كده نضيف عليهم نص كوباية من البسلة سواء طازة او مجمدة، ونشوح البسلة مع البصل والثوم شوية صغيرين. بعد كده نغطي الحلة ونوطي النار خالص ونسيبها حوالي 10 دقايق عشان البسلة تستوي. بعد كده نضيف باقي الخضار، معانا بطاطس وجزر، البطاطس متقطعة كبيرة شوية عشان ما تتهريش، والجزر برضو متقطع يعني مكعب برضو صغير بس مش صغير قوي. هننزل البطاطس والجزر على الخلطة دي ونشوحه شوية مع البسلة والبصل. بعد كده نضيف الرز، انا استخدمت 2 كوباية من الرز، غسلهم ومصفياهم كويس. هضيف الرز واشوحه شوية حوالي 2 دقيقة مع الخضار ده، يدوب الرز ياخد من الطعم. بعد كده ابدأ باضافة الاضافات التانية. يدوب الرز بس يسخن شوية، بعد كده هضيف المية، 2 كوباية الرز، هضيف ليهم 3 كوبايات من المية، 2 كوباية للرز و1 كوباية للخضار، واقلب المية مع الرز كده. بعد كده اضيف عليه مكعب مرق الدجاج ومعلقة كبيرة ملح، او الملح طبعا بيكون حسب الرغبة، في ناس بتحب الملح الكتير وفي ناس بتحب الملح شوية صغيرة. وكمان هضيف عليهم معلقة من التوابل اللي هي 7 بهارات وورقة لورا، وممكن كمان اضيف عليهم الليمون المجفف، واقلب التوابل مع الرز واغطي الحلة واسيب الرز اللي يتشرب ميته، وده بيكون على نار متوسطة. اول ما الرز يتشرب ميته ويكون بالشكل ده ههدي النار خالص، بس هقلب الرز الاول تقليبه كده وهدي واغطيه طبعا، وهدي النار خالص واسيبه يستوي براحته. دلوقتي هنعمل الصوص. الصوص عبارة عن 1 كوباية من الزبادي، وهضيف عليها 1/2 معلقة صغيرة من الملح، وفص 1 ثوم مفروم، وكمان هضيف عليهم موعود صغير كده من النعناع الاخضر، وممكن كمان النعناع المجفف، وحوالي 5 أعواد من الكزبرة الخضراء، وكمان هضيف عليهم قرن من الفلفل الحامي، ولو الفلفل صغير نضيف 2 قرن، ونخلط المكونات دي. وطبعا ده كله باستخدام الكبة، لو استخدمنا الخلاط هنضيف عليهم 1/4 كوباية من المية. وده شكل الصوص بعد ما خلص، طعمه حلو جدا ومناسب جدا للأكلة دي. والصوص ده هندي بيتاكل طبعا جنب الرز اللي بالخضار، بس الرز بتاعهم طبعا بيكون بسمتي، لو عايزين تعملوا الرز بسمتي اعملوه برضو بيكون حلو جدا. وده الرز بعد ما استوى، شكله حلو جدا وطعمه كمان حلو جدا، وكمان في قيمة غذائية عالية، وده بسبب الخضار اللي ضفناها عليه. وبكده نكون عملنا فطار النهاردة، فطار خفيف وصحي وكمان مختلف، وكمان يريحنا من اول يوم وتاني يوم بتاع المحشي وتغيير، والاطفال بيحبوه قوي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وكل عام وأنتم بخير.